مساء الخير اولا على الدكتور مصطفى عبده وضيفك الكريم كابتن ضياء الزايد، وبتمنى ان شاء الله نستمتع بالحلقه. اكيد هتبقى حلقه جميله كالمعتاد، وانا بحب اقول طبعا الكابتن ضياء الزايد من يعني احد الاجيال العظيمه في كره القدم بالنادي الاهلي، وكان احد نجوم خط دفاع النادي الاهلي اللي طول عمر الأهلي بيتميز بوجود كوكبة من النجوم في جميع الخطوط. طبعا كابتن ضياء اشترك مع جيل الكبار في النادي الأهلي في الحصول على العديد من بطولات المحلية، دوري عام وكأس مصر، وأيضا أفريقيا شارك بفاعلية جدا واستطاع المشاركة في الحصول على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، واستمر طبعا مشواره. هو من أبناء طبعا النادي الأهلي، مدرسة الكرة والناشئين، وتدرج في فرق الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول ليجاور أو ليلعب بجانب العديد من نجوم الكرة المصرية والكرة في النادي الأهلي. طبعا كابتن ضياء السيد كان من المدافعين اللي بيشتهروا بقوة الأداء، وزي ما بنقول دلوقتي عدم الفلسفة، لأن مركز الدفاع ومراكز الدفاع لا يعني لا يصلح معها التردد أو اللعب بشكل في فلسفة، أو لا، اللعب على طول لعب مباشر، وزي ما بنقول كده بنسميه أداء رجولي اشتهر بيه كابتن ضياء السيد. وبعد اعتزاله طبعا كرة القدم برضو فضل في المجال اللي هو بيحبه ومجال كرة القدم، اشتغل في التدريب بشكل جيد جدا سواء على مستوى الناشئين والشباب ثم المنتخب الأول. كان أول مهمة له تقريبا في منتخب مصر تحت 20 سنة، ده كان سنة 2011، واشتغل بعد كده مساعد أو مدرب مع الأمريكي بوب برادلي اللي حقق نتائج جيدة جدا مع منتخب مصر، ونهاياته مع المنتخب لم تكن بقدر النجاح اللي حققه برادلي مع المنتخب، انما قدر من على مدار موسمين 2011-2013 انه يحقق نتائج جيدة جدا مع منتخب مصر. ثم بعد كده انتقل الى التدريب في الخليج العربي، راس الخيمة، يشتغل لمدة موسم ثم عاد الى مصر ليعمل مع نادي النجوم كمدير فني وأيضا سيراميكا كليوباترا، ثم أخيرا تم اختياره كمدرب مع كارلوس كيروش البرتغالي، ووصل معاه إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية الشهيرة أمام السنغال، ثم أيضا كان لعب التصفية الأخيرة لكأس العالم، ولم يكن المنتخب موفق في هذه او في المحطتين دول، لكن وصل الى حد المنافسة الجادة. طبعا بنتمنى للكابتن ضياء السيد مشوار اكثر نجاحا مع المنتخبات بإذن الله، او مع أندية اخرى يحقق فيها طموحاته كمدرب. و أنا بحييه طبعا على تواجده في قناة الأهلي، وبحيي قناة الأهلي على استضافته، وبشكركم جدا وبتمنى لكم سهرة سعيدة مع الكابتن ضياء السيد. تعلق ليه على كلام الكابتن جمال؟ أبو الجيم حبيبنا، ما ده رفيق الدرب من أول من الصحفيين الجمال اللي هم الكبار طبعا، دفعته زملتنا بشكل كبير جدا في البدايات،
والاخر، وهو يعني حاجه صديق عزيز وصحفي شاطر يعني. نشكره يعني طيب على هذا السرد. قبل ما اطلع فاصل انا عندي سؤال. وانت بتدرب تحت 20 سنه كان مستر مانو جوزي كان بيدرب الفريق الاول، تمام، كانت علاقتك بيه ايه؟ بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجد.